السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في الجزء الثاني من فيديو ديال اليوم اللي هو مستلزمات الحلويات المغربية بألمانيا. نتمنى الجزء الأول يكون راق الإعجاب ديالكم ونخليكم مع بقية أو تتمة الفيديو في الجزء الثاني. بالنسبة للحلويات اللي كنحضروها بالكوك، فالكوك حتى هو كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، بحال ريش بوند. نقدروا نحضروها بحال بهذا النوع هذا، نقدروا كما كتشوفوا كاين اللي كتكون فيها كالحبه غليظه شويه وكاين اللي كيكون الحبه رقيقه، يعني تاخذوه ونعاودوا نطحنوه مزيان في الطحانه باش يجينا بالشكل اللي بغينا. بغيتوه متوسط، بغيتوه عادي، اولا تقدروا تستخدموه بهذا الشكل هذا في حلويات اخرى على حسب نتوما والنوع اللي بغيتو. كما كتشوفوا حتى هو من نفس المتجر او من نفس المحل التجاري الكبير كوفناس. مني هضرت لكم على الكوك تفكرت ريش بوند. بالنسبه لريش بوند البنات كنحتاجوا ليها الكونفيتور، هذا الكونفيتور هذا البنات راه غزال، كيجي زوين في ريش بوند. مني كتلقيه ما كيجيش فيه داك التكتلات، يعني تقدري تستخدميه معاها تيجي زوين، والنكهه ديالو غزاله، كيجي منكه بالليمون اولا بالبرتقال. كما كتشوفوا معايا راه موجود في جميع المحلات التجاريه الكبرى هذا النوع. بالنسبه لبنات اللوز المطحون حتى هو راه بلا ما تحتاجوا تشريوا اللوز وتعاودوا تطحنوه وتعاودوا، راه كيتباع مطحون كما كتشوفوا. تقدروا تستخدموه في لي ماكارون كما تقدروا تستخدموه في حلويات اللوز ديالنا المغربيه، راه موجود كما كتشوفوا. هذا خديته من الدي ولكن راه كاين فين ما مشيتو، سواء الكاوفلاند في اي بلاصه. نهضر لكم على بيكربونات الصودا اللي كيبغي يستخدمها في الحلويات ديالو. ها هي البنات، هذه راه بيكربونات الصودا موجوده كما قلت لكم في جميع المحلات التجاريه، فين ما مشيتي تلقاي هاد الماركه هذه وتلقايها، راه كيكونوا فيها كما كتشوفوا 4 5 ديال الباكي على هذا الشكل هذا. تقدروا تستخدموها في الحلويات ديالكم، هذه بيكربونات صودا. غادي نهضر لكم على عجينه اللوز اللي كتتباع هنا في المانيا. كما كتشوفوا كاين هذا الشكل هذا ديال لا مارك ديال كاوفلاند، كما كاين شكل اخر غنوريه لكم هكا. هذا الا بغيتوا تزينوا به الحلويات ولا يعني شوفوا نتوما اشنو بغيتوا ديروا بهم على حسب شنو غادي تحضروا. راه موجودين كما كتشوفوا، كاين هذا النوع هذا وكاينين في الالوان اللي باش تستخدمها في الالوان. كتجي هكا كما كتشوفوا، غير كتضغطوا عليها تتضغط تجي طريه وغزاله بزاف، تقدروا تحضروا بها الحلويات اللي بغيتوا. دابا غنوريكم لي فخوي كونفي اللي كاينين هنايا، اولا الفواكه المعسله اللي تتكون هكا معسله كما كتشوفوا. ها هي نسبة، هذا في السيترون بالاشكال ديالو، وفيه فواكه اخرين بحال حب الملوك حتى هو كاين كما كتشوفوا. تقدروا تخدموه حتى هو في الحلويات ديالنا المغربيه. كاين هنا كما كتشوفوا معايا هذا البرتقال، كما كتشوفوا لا مارك ديال كاوفلاند حتى هو راه في الكاوفلاند كيجي على هذا الشكل، ورخاصين بزاف ما غاليينش، تقدروا تاخذوهم وتستخدموهم في الحلويات ديالكم. دابا نهضر لكم على الحوايج اللي كيكونوا بساط و كيجوني اسئله عليهم، ويقدر بزاف البنات جاو جداد ما عارفينهمش، بحال الكاكاو. ها هو راه باين الكاكاو، باين كنستخدموه حتى هو في الحلويات المغربيه ديالنا، باين يعني من السميه ديالو كما كنشوفوا باين. البودر سكر او السكر كلاصي البنات هو هذا، حتى هو كنستخدموه في الحلويات المغربيه ديالنا، حتى هو موجود في اي بلاصه مشيتو. النشا اللي حتى هي كنستخدموها في بعض الحلويات المغربيه، هي هذه سميتها، كتجي على هذا الشكل حتى هي في واحد الباكون على هذا الشكل هذا، ولا في واحد الباكيه هكا. حاجه اخرى نهضر لكم عليها اللي هي السميده ديال الحلوى، هي هذه السميده ديال الحلوى اولا السميده الرقيقه، كاين اللي كيقول لها السميده ديال الحلوى في المغرب وكاين اللي كيقول لها السميده الرقيقه. هذه هي السميده الرقيقه اللي كنستخدموها في الحرشه في الحلويات اللي كنكونوا مطيبينهم بالسميده.
ها هي هذه. ودابا غادي ندوز نهضر ليكم على الحوايج اللي تنزينوا بهم الحلويات و ما تلقوهمش او لا ما تنعرفوهمش، غادي نعرفكم عليهم. بحال الناباج، هو هذا الناباج ديال الحلويات، هادو كيجيو على هذا الشكل. هذا كتشريهم وتتخلطيهم مع الماء ومع معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وتديريها فوق البوطه وتتخلطي، تديري كميه الماء اللي طالبين لك هنايا وتتخلطيهم. هذه بالنسبه لهذه راه فيها النكهه ديال الفخيز، نتوما تقدروا تاخذوا العاديه اللي ما فيها حتى شي نكهه، راه كيكونوا هكا حدا خميره هكا ديال الحلوه، حدا لافاني تيكونوا حتى هادو حتى هادو الا كنتو باغي ديروا الناباج. ومن بعد كتكون عندكم واحد بحال المعجون اولا بحال الخليط عاقد، كدهنوا به الطارطات، كدهنوا به اللي بغيتو باش كيجي اللون ديالو تيبري. وكاين هذا البودر هذا اللي كيتباع حتى هو في الكوفلاند، في ايديكا، في الريفي، فيما مشيتو كتلقاوه، كاين في الدوغي وكاين في لارجونتي حتى هو، تتخلطوه وتتخدموا به. بالنسبه لي كيخدم لي صابلي وكيبغي يجي داك صابلي بحال شكل صابلي بريستيج، اولا كيكون مخدوم مزيان، اولا كيكون يعني كنزينو بواحد الطريقه جديده. ها هو راه موجود كاين. حاجه اخرى نهضر لكم عليها هو هذا الشوكولا، هذا الفيرميسيل، هو هذا راه موجود. وكاين هذا كيكون شويه غالي، وكاين الرخيص هكا اللي كميه كبيره حتى هو ديال الكاوفلاند، كيجي على هذا الشكل هذا حتى هو موجود. هذا بالنكهه ديال الكاكاو، كما كاين اللي الكاكاو فيه 20% ديال الكاكاو، كما كاين اللي كتلقاوه قصح منه اللي كيكون فيه نسبه الكاكاو عاليه، تيجي قاصح شويه حتى هو كاين. كما تقدروا تزينوا الحلويات بهاد لي شوكولا هادو عفوا اللي كيكونوا على هذا الشكل هذا بحال حبيبات ديال القهوه. دابا غادي نهضر لكم على الكويختات ديال الحلوى اللي كنحتاجوهم تحضير الحلويات. بحال هذه البنات راني خديتها من ايديكا، كما كتشوفوا راه كيتباعوا، تمشي وحده مستلزمات الحلويات راه تلقاو هكا تلقاو الكويختات، واخا كيتباعوا غاليين على المغرب ولكن راهم كاينين كما كتشوفوا. كما كاينين الكبار هادو من دي ام، كاينين الكبار، كاينين المتوسطين، كاينين في اشكال مختلفه وفي الوان مختلفه من دي ام. بالنسبه لكاب كيك اولا اي حاجه بغيتوها، كما قلت لكم حتى هادو راه كاينين في الالوان، كاينين في اللون اللي بغيتي، وفي كف الحجم اللي بغيتي، كاينين ما صغر من هادو، كاينين ما كبر منهم، على حساب الحلوه اللي انت محضراها. ونبغي نهضر على هاد البوش هادو حيت جاني الاسئله عليهم في لي كومونتير بزاف، وقلت غادي نهضر عليهم في شي فيديو من الفيديوهات. هذا البنات راني واخداه من دي ام كما كتشوفوا بثمن بسيط جدا، شي 99 سنت في 20 حبه كما كتشوفوا. ضروري خاص بطبيعه الحال تكونوا متوفرين على داك البوق اللي غتخدموا به، كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا، هما جامعينهم هنا، غير كتحلي وتاخدي هادو اللي تيكونوا جوطابل، كينفعوا بزاف في الحلويات ديال اللوز، تقدري تعمري وتبداي هكا تحطي بالشكل اللي بغيتي في اللاطه. ها هو بالنسبه للبنات اللي سولوني منين تناخذوا، ها هو هذا راه تناخذوا من دي ام على هذا الشكل. بالنسبه للبوق البنات اللي كيكونوا هكا باش كنخدموا الحلويات ديالنا، راه كيتواجدوا في ايديكا، هادو خديتهم من ايديكا، تيكونوا ثلاثه بحال هكا مع بعضياتهم، تيكونوا في باكي، تيكونوا في باكي هكا كارطونه بحال هذا الشكل هذا اللي فيها هادي. و كما قلت لكم ثمن مزيان، وكيكونوا هكا صحاح وزوينين، تقدري تخرجي بهم الاشكال اللي بغيتي. وهنايا جينا نهاية الفيديو ديالنا، كنتمنى نكون فدتكم بالنسبه للبنات اللي يلاه جاوا لالمانيا وباقي يعني جدادات وباقي ما تعرفوش على فين يلقاو هاد المكونات. نتمنى نكون فدتكم، وشكرا للمتابعه ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.